يعني نتمنى ان يكون المساله واضحه بكل هذا الامر. الاهلي زي ما قال الكابتن خالد حسني بيرتب للمستقبل، بيرتب ل 2050، وحتى لما كابتن محمود الخطيب كمشرف على الكوره لما بيستخدم مدرب اجنبي سواء تجربه رينيه فايلر السويسري او بيتسو موسيماني بيكون الرؤيه للي قدام، بيكون التخطيط استراتيجي، بتكون باصص للمستقبل. حتى في فتره التوقف الاخيره بيتسو موسيماني ما انشغلش بس بالفريق الاول الحقيقه، اتجه لقطاع الناشئين، وهو ده الاهلي اللي خالد حسني او الكابتن خالد حسني قال لك بيخطط ل 2050. بيتسو موسيماني في اطار هذا التخطيط الاستراتيجي كان حريص على التردد على قطاع الناشئين والوقوف على مستويات فرق الناشئين في النادي الاهلي اللي الاهلي مستعين عليها او مستعين في القيام بها بخبير تشيكي لتقديم افضل العناصر للكره المصريه باستمرار. نشوف مستر بيتسو موسيماني في قناه الاهلي وهو يتحدث عن زيارته لقطاع الناشئين. سعيد جدا بوجودي هنا وحاسس بترحيب كبير هنا في قطاع الناشئين، وانا سعيد هنا بوجودي في قطاع الناشئين. اتفرجت على الماتش واتفرجت على اللعيبه كلها، ودي مش اول زياره ليا طبعا هنا، جيت هنا قبل كده مع الكابتن خطيب كنت بشوف على امكانيات النادي، ودلوقتي انا موجود هنا عشان اقابل المدربين واقابل اللعيبه، وده الهدف يعني من وجودي هنا. والهدف من النادي الاهلي احنا بنطور في قطاع الناشئين ونطور اللعيبه، والهدف هو التطوير يعني. فانا سعيد بوجودي هنا ونامل ان في يكون في تواصل مستمر بعد كده. It's my job to be here, so I signed the contract that I will be with Al Ahly. I'm with Al Ahly. I'm not in the wrong place. But yes, when we have time, like the games are not, we don't have games now. We need to come here and support. And I said to everybody, even to the president, Captain Bieber, I told him that when I have chance, I will come. So there's now opportunity for me to come, and I'll be here tomorrow also. طبعا ده شغلي ان انا اكون موجود هنا في قطاع الناشئين. انا لما مضيت عقد مع النادي الاهلي مضيت ان انا موجود في النادي الاهلي، وانا بالفعل موجود في النادي الاهلي، ما جيتش المكان الغلط يعني، قطاع الناشئين في النادي الاهلي. وانا حتى لما انا كلمت مع كابتن الخطيب قبل كده ان انا لما يكون عندي وقت هاجي، فدي فرصه كويسه في فتره توقف الفريق الاول، ففرصه قويه ان انا اجي ابص على قطاع الناشئين وابص على اللعيبه وابص على المدربين، وان شاء الله نكون موجود هنا كمان بكره يعني. Even the pitches are good. You look at the pitch. Very good pitch. This pitch is a very good pitch, you know. وطبعا المكسب النهارده بيدل ان المديرين الفنيين هنا في القطاع شغالين بشكل كويس، وبرضو امكانيات القطاع كويسه، الملعب كويس زي ما انت شايف، الملعب كويس جدا للعب. So I want to thank Khaled Bibo also for accommodating me here. فانا عايز طبعا اشكر الكابتن خالد بيبو كمان برضو ان هو استقبلني هنا ووراني الامكانيات القطاع الناشئين. It's part of my vacation. طبعا وجودي هنا ده جزء من راحتي برضه، جزء من اجازتي برضه، واجازه بالنسبه لي كويسه برضه، ده جزء من اجازتي يعني. اللقطه دي مهمه جدا، لان مع كل مدير فني دائما النادي الاهلي بيدي مسؤوليه للمدير الفني للفريق الاول انه يشرف على الاقل على الفريقين اللي تحت الفريق الاول بصفتهم الرافد او الرافد المباشر بامداد المواهب من تحت. أهمية الزيارة دي إيه؟ حتى لو قالك إن في فترة راحتي أنا حريص إن أنا أروح وأتفرج، إن قالك إن أنا ده جزء من عقدي، لكن أنا باجي في أجازتي كمان عشان أتعرف على هذا القطاع وأشوف سير العمل فيه، ويتحدث مع مدير أجنبي في كيف يخرج اللاعب من قطاع الناشئين مهيأ نفسيًا وفنيًا وبدنيًا للفريق الأول. هذه زيارة في منتهى الأهمية، وهي على فكرة سبق أن تكررت، وكان الكابتن سيد بياخد أظن لسارتي قبل كده ويروح، لكن عايزينها تتواصل أكتر والتناغم يبقى فني بتوحيد طرق اللعب. لأن هو ده الهدف، وده اللي بيسعى له النادي الأهلي من خلال التنسيق ده. ده كلام مهم جدا، والحقيقة بيتسو موسيماني حتى في تصريحاته الأخيرة يعني تابعناه في أكثر من تصريح لقنوات تلفزيونية في جنوب أفريقيا، حجم الامتنان اللي جواه بقيمة النادي الأهلي مسألة تسعد كل أهلاوي وتخلي كل جماهير النادي الأهلي تكون فعلا مساندة وبقوة لعمل هذا الرجل. لما يتكلم على أنه فخور أنه بيدرب فريق بينافس ريال مدريد على الأول في العالم، وبيقول يعني
للإعلام في جنوب أفريقيا. أنا لما خرجت من جنوب أفريقيا خرجت لنادي عملاق القارة فلقيته بينافس أندية عالمية. فقد إيه هو عنده هذا القدر من الامتنان والفخر بعمله في مصر. تجربته حتى الآن ناجحة جدا، يحتاج الدعم، يحتاج الثقة، يحتاج إن هو كمان يشعر بدفء جمهور الأهلي معاه. بيقولك الأهلي أنا كنت عارف إن شعبية الأهلي جارفة بس ما كنتش أتصورها إلى هذا الحد، رغم إن هو يعني خرج منها في المدرجات وقت طويل. ولكن أنا ببقى سعيد في أي مكان بمشي فيه، سعيد جدا إن كل الناس حواليا، كل الناس بترحب بيا، كل الناس سعيدة بما أفعل مع النادي الأهلي.